تقارير عن تقدم في محادثات باريس. موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري يشير إلى أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لبحث صفقة المحتجزين. ما الذي جرى تحديدا هنا في محادثات باريس لنشهد الآن على ما يبدو حلحلة في ملف التهدئة والهدنة في غزة؟ أعتقد أن هناك قدر من الخطوط العريضة تم توضيحها بالنسبة للوفد الإسرائيلي، وتم الإطمئنان إلى بعضها بدليل أنه سيرسل وفد إلى قطر لاستكمال المباحثات حول هذه المسألة. هذه الأمور جاءت في ظل أجواء إقليمية ودولية يعني ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية، لم يستطع أعتقد بنيامين نتنياهو مقاومتها إلى مدى غير يعني إلى مدى بعيد كما كان يحدث خلال الأيام أو الأسابيع الماضية. الآن نحن إذا يعني مرحلة مفصلية في مسألة التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 6 أسابيع، وكما ذكر تقريركم بالفعل أن ترحيل القضايا المحورية أو الجوهرية هذا نقطة مهمة قد تكون مرضية بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي لم يكتفي بذلك فقط، لكنه استمر على تهديداته واستمر على التلويح بأن خطته فيما يتعلق باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة مستمرة، بدليل أن مجلس الحرب الإسرائيلي سوف يتم التصويت، سوف يتم عرض الخطة عليه ويتم التصويت أيضا. كما أن قبل أيام قليلة عرض نتنياهو ما يسمى بأفكار أو أيضا خطوط عريضة لليوم التالي للحرب، لوقف الحرب على غزة. كل هذه الأمور بقدر ما بينها قدر كبير من الإزدواجية والتناقضات، لكنها تقول أن هناك قدر من الحلحلة في الموقف الإسرائيلي. فإذا كان بنيامين نتنياهو يغازل اليمين المتشدد في حكومته وفي الداخل الإسرائيلي، فهو أيضا لم يستطع أن يقاوم الضغوط الخارجية في مسألة وقف يعني تهدئة في المرحلة الأولى. يمكن أن يتلوها وقف إطلاق النار، ويمكن أن يتلوها استئناف أيضا للمعارك. كل الأمور وكل السيناريوهات باتت مفتوحة على الرغم من أجواء التفاؤل التي سادت في مؤتمر باريس الثاني الذي حضره رؤساء مخابرات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر. كل هذه الأمور تقول أن هناك قوة دفع جديدة ربما تكون ذات طابع مادي في هذه المرة، لم تكتفي بالأمور المعنوية السابقة، لأن شهدنا التغير في الموقف الإسرائيلي بين اجتماعات القاهرة منذ حوالي أسبوعين عندما انسحب الوفد الإسرائيلي، أو بمعنى أدق لم يشارك سوى بالاستماع في هذه المفاوضات ولم يعد مرة أخرى للقاهرة. عندما ذهب الفترة الأيام القليلة بين اجتماع القاهرة واجتماع باريس، أنا أعتقد أن هذه الفترة هي التي كانت حاسمة التي أقنعت نتنياهو أن يرسل وفده إلى باريس على أمل أن يحاول أن يستثمر في مسألة الوقت ويستثمر في مسألة المراوغة، بمعنى أنه ما يعطيه باليد اليمنى يمكن أن يأخذه باليسرى بشكل أو بآخر. فهو لم يتخلى تماما عن كل أهدافه وعن كل خططه وعن أفكاره العريضة التي والشيطان يكمن يعني في التفاصيل سيد محمد. ويبدو أننا سنشهد جولة أخرى ربما من المفاوضات في قطر. سأعود إلى هذه النقطة بعد قليل ليك سيد محمد. دعني أذهب الآن إلى سيد ريتشارد. سيد ريتشارد، هل ترى فعلا بأنه الأجواء الدولية والإقليمية ساهمت وكان لها دور فعلا بالضغط على إسرائيل على مواقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أم فعلا بأن الضغط العسكري على حماس هو ما جعل ملف الهدنة والتهدئة يتحرك، وأن زيادة الضغط العسكري على حماس فقط سيؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع؟ على الأقل هكذا صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزي هاليبي. أعتقد أنك محق في تحديد الكثير من العوامل التي تدفع إلى التوقيع على حل متوقع. نعرف أن كانت هناك تظاهرات
في داخل الإسرائيلي ضد نتنياهو، وكانت هناك مطالبات داخلية بالتوصل إلى حل لمسألة المعتقلين أو المحتجزين، ونعرف أن كان هناك أيضا محاولة التوصل إلى خطة لعملية عسكرية إسرائيلية ضد منطقة رفح قبل إعادة تمركز الفلسطينيين أو إخلائهم من المدينة. ورأينا أيضا زيادة التوترات بين واشنطن وتل أبيب بشأن المستوطنات وبشأن مستقبل قطاع غزة، وما إذا سيتم التوصل إلى حل دولتين. وبالتالي قد يدفع كل ذلك الإسرائيليون لمحاولة البحث عن اتفاق قصير الأمد مدته 6 أسابيع، وذلك لتنخفض التوترات قبل الاستمرار بعملياته العدائية. سيد محمد، يعني ربما فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل. الآن نحن أمام موافقة على اتفاق إطار، ما الذي سيعطي الضامن فعليا بأن الصفقة في نهاية المطاف ستتم، سنشهد فعليا هدنة يعني، وأن تلتزم إسرائيل باتفاق هذه الهدنة التي لم تبصر النور بعد؟ وهل يمكن القول بأن كل المؤشرات وحتى نبرة التفاؤل الحذرة هي يعني تؤشر بأن الأطراف فعليا اقتربت من الهدنة؟ إذا كان يعني الشيطان يكمن في التفاصيل بالفعل، وهذه مسألة تاريخية في كل المفاوضات مع الفلسطينية والإسرائيلية وأيضا العربية الإسرائيلية بشكل عام، سواء كانت من جانب مصر أو الأردن في مرات سابقة والسلطة الفلسطينية بالطبع، لكنها في هذه المرة إذا لابد أن يكون هناك قدر من الرشادة في التعامل مع المسألة. هنا إذا كان هناك ضامن فهو الأطراف الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، أعتقد أن دورهما لا يقتصر على مسألة الوساطة أو تقريب المسافات بين إسرائيل وبين حركة حماس، لا، لديهم لدى هذه الأطراف أدوات تستطيع من خلالها أن تؤثر أو تضمن بقاء اتفاق الإطار الذي يمكن التوصل إليه، بدليل أن يعني في المرة السابقة في الهدنة السابقة أنا أعتقد كان هناك قدر عالي جدا من الالتزام من قبل حركة حماس ومن قبل قوات الإسرائيلية، وبالتالي في المرحلة المقبلة إذا حدث ذلك سيكون هناك التزام، لكن هي المشكلة ليست في الالتزام في فترة الهدنة إذا كانت 6 أسابيع أو أكثر، لكن في المشكلة في الأهداف الإسرائيلية الرئيسية أنها لم تتغير. رأينا نتنياهو، رأينا عدد كبير جدا من وزرائه، وبالأمس رئيس الأركان يتحدث عن أهمية العملية العسكرية في مسألة رفح. أنا أعتقد أن رفح هي نقطة مفصلية في الحرب على غزة. إسرائيل تعتقد أن اجتياح رفح هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أهدافها، لأنها تعتقد أن جزءا كبيرا من القوى العسكرية للمقاومة الفلسطينية موجود في هذه المنطقة، وأنها تعتقد أيضا أن الأسرى أو غالبيتهم على الأقل موجودين في هذه المنطقة، ورأينا من قبل عملية لإنقاذ لاثنين من الأسرى في هذه في مدينة رفح قبل حوالي 2 أسبوع تقريبا. اسمح لي سيد محمد على المقاطعة، لكن هناك حديث الآن ربما عن بعض البنود التي يتم ربما الإشارة إليها ضمن إطار تسريبات حول هذه بنود هذه التهدئة. مصادر أمريكية مطلعة تتحدث عن السماح بعودة مبدئية ومحدودة للسكان شمال قطاع غزة. هناك أيضا حديث عن مدى وشكل انسحاب الإسرائيلي من مدن غزة أثناء التهدئة، ولكن حتى هذه البنود ترفضها إسرائيل جملة وتفصيلة من حيث المبدأ أساسا سيد محمد، وبالتالي كيف توضع اليوم ضمن إطار أي مسودة اتفاق؟ وبالتالي لذلك تم ترحيل القضايا الأساسية ومن بينها هذه البنود. أنا أعتقد لأن كل تصريحات نتنياهو والخطوط العريضة أو الأفكار التي طرحها فيما يتعلق باليوم التالي لوقف الحرب على غزة تنسف أي حديث عن تهدئة حقيقية أو وقف الإطلاق النار، أو تنسف تماما عن خروج إسرائيل من قطاع غزة في الفترة المقبلة، وتنسف أيضا عودة السلطة الفلسطينية أو عودة أي سلطة يتحدث عن سلطة محلية بمعنى بلا هوية تقريبا. لا أعتقد أن هناك قيادة فلسطينية تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، لأنها سيتم النظر إليها على أنها جاءت على حصان الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الموقف الأمريكي إذا كان جادا عليه أن يضغط بقوة
من خلال أداتين، من خلال أداء المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا غير يعني ظاهر بالمرة حتى هذه اللحظة، من خلال موقفي في مجلس الأمن هناك حوالي مرتين أو ثلاث مرات تم استخدام الفيتو لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أنا أعتقد يعني التصريحات الأمريكية في جزء منها لإبراء الذمة وجزء آخر للاستهلاك الداخل الأمريكي، هناك ضغوط على الحزب الديمقراطي، هناك تراجع لصورة الرئيس بايدن أمام منافسه المحتمل ترامب، ورأينا بالأمس يعني نتائج ساوث كارولينا كيف اكتسح ترامب، وبالتالي هناك مهددات داخلية أمريكية حقيقية تفرض على الإدارة الأمريكية أن تتبنى مواقف متوازنة فيما يتعلق بالتعاطي مع الحرب على غزة. أيضا هناك حلفاء إقليميين مهمين جدا من بينهم مصر والإمارات والسعودية، أصواتهم مرتفعة جدا لوقف الحرب على غزة، وبالتالي من الطبيعي أن تتحلى الدبلوماسية الأمريكية بقدر من الرصانة، لكن هذه الرصانة لابد أن تتعكس في خطوات وتحركات حقيقية على الأرض. سيد وايتس، ما رأيك وماذا عن عفوا عن رفح، الخطط الإسرائيلية للاجتياح العسكري لرفح؟ لأنه نتنياهو يتحدث عن اجتماع حكومي إسرائيلي بداية الأسبوع من أجل الموافقة على خطط الهجوم على رفح بما في ذلك موضوع المدنيين، أخذا بالاعتبار هناك من نرى أساسا بأنه الجانب الإسرائيلي حصل على ضوء أخضر أمريكي وإن كان ضمني على موضوع اجتياح رفح. حتى الآن لم أعرف ما هي الخطة لأكثر من 1.5 مليون شخص موجودين حاليا في رفح. نحن نعرف أنه تم تكلم عن نقل بعضهم إلى منطقة ساحلية في قطاع غزة، ولكن بعض الإسرائيليون يريدون منهم التوجه إلى مصر، فيما أن بعض الحكومات المحلية والولايات المتحدة تريد منهم التوجه إلى الضفة الغربية أو عودة إلى منازلهم بحسب 1947، ولكن لم أسمع إلى خطة واقعية لكيف كيفية إجلاء هؤلاء الأشخاص. وأعتقد أن حتى توصل مثل هذه الخطة الولايات المتحدة ستعارض أي عملية عدائية عسكرية في منطقة رفح. ولكن هذا ربما سيد وايتس يأتي ضمن إطار الحديث ماذا بعد هذه الهدنة إن فعلا أبصرت النور وتم تطبيقها على أرض الواقع، أخذا بالاعتبار أيضا رؤية الجانب الأمريكي ما بعد هذه الحرب وما طرحه بنيامين نتنياهو ضمن إطار رؤيته ما بعد حركة حماس في توقيت مهم. هو طرح هذه الرؤية عشية اجتماعات باريس 2، وأخذا بالاعتبار تفاصيل هذه الرؤية بأنها لا تتضمن مبدأ حل الدولتين وهو مخالف لرؤية الجانب الأمريكي. نعم هذا صحيح، ولكن لم تتضح لنا بعد هنا في واشنطن أين نحن من هذا الوضع. فنحن استمعنا إلى بيانات مختلفة من مختلف القادة في إسرائيل، ونعرف أن إدارة بايدن تتخذ موقفا حازما علنا، ولكن حتى الآن لم تغير السياسات الإسرائيلية الفعلية في كثير من المجالات، بالتالي الأمر محير لنا ولا نعرف ماذا يوجد خلف الكواليس فيما يتعلق بالمشاركة الأمريكية في أي اتفاق، ولكن نحن نريد التوصل إلى حل دولتين واستعادة غزة إلى السيطرة الفلسطينية، ولكن نعرف أن الحكومة الإسرائيلية تعارض هذا القرار، ولا أعرف كيف أن إدارة بايدن ونتنياهو سيتمكنان من حل هذه المسائل طويلة الأمد حتى ولو تمكنا من التوصل إلى حل بشأن رفح. ما رأيك سيد محمد، هل نحن سنكون أمام مشهد ومقبلون على خلافات أكبر، أخذا بالاعتبار بأنه أساسا القضايا المركزية والخلافية تم تأجيلها إلى ما بعد على ما يبدو، بالتالي هل هذه الفترة فترة الهدنة ستكون فعلا مناسبة؟ هل سنشهد أي حلحلة للملفات المركزية الخلافية الكبيرة منها حتى رفح، موضوع رفح وموضوع ما بعد حماس؟ بالنسبة لموضوع رفح أنا أعتقد أنه هو مركزي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، كما ذكرت في الجزء السابق هي إسرائيل لديها قناعة على المستوى السياسي وعلى أو على المستوى العسكري أن في رفح
تكمن كل القوة العسكرية المتبقية من حركة المقاومة الفلسطينية، سواء كانت حماس أو الجهاد أو الفصائل الأخرى. مسألة رفح نزعها يتم من خلال الضغط المجتمع الدولي على إسرائيل. رأينا أن الحديث عن هدنة وكأن هناك يعني ما يشبه ضوء أخضر بالفعل لإسرائيل لاجتياح هذه المسألة مدينة رفح وضواحيها. أنا أعتقد أن المسألة فقط هي يمكن أن تكون هذه فترة الهدنة لترتيب كيفية القيام بهذه العملية بالنسبة للعلاقة مع مصر المتوترة بشأن هذه المسألة، وبالنسبة أيضا لمصير الضحايا المدنيين المتوقع أن يسقطوا بعشرات الألاف ربما، لأن هناك نحو 1,400,000 أو 1.5 مليون مدني فلسطيني في هذه المنطقة. إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تقدم خطة حقيقية أو خطوات عملية فيما يتعلق بمصير هؤلاء. كيف ستقوم بعملية عسكرية في نطاق محدود في مدينة رفح؟ أين سيذهب هؤلاء وما هي المنطقة الملائمة؟ إذا كانت إسرائيل في بعض التصريحات الرسمية هناك ما يشبه الفيتو على نقل هؤلاء إلى شمال قطاع غزة أو إلى أماكن أخرى، وبالتالي أين سيذهب هؤلاء؟ لابد أن تكون فترة الهدنة إذا تم إقرارها خلال الأيام المقبلة يعني إيجاد حل لهذه الأمور، أو الحل البديل الأسهل والعملي والأوقع أن يضغط المجتمع الدولي على إلغاء هذه العملية وإيجاد حلول سياسية فيما يتعلق بالعلاقة بين حماس وبين إسرائيل مستقبلا. إسرائيل تعتقد أن عدم القضاء على حماس نهائيا معناه فشل لكل هذه الحرب ولكل هذه التوغلات التي قامت بها على مدار أكثر من 4 أشهر. أعتقد أن هذه المسألة بحاجة إلى حلول دبلوماسية وحلول سياسية أكثر منها عسكرية، لأن الحل صحيح، ولكن هل سيرضى بهذه الحلول الجانب الإسرائيلي سيد محمد فيما يتعلق مسألة رفح؟ لأنه يعني نتنياهو يقول ويردد موضوع النصر على حماس، وبالتالي موضوع رفح هو موضوع يعني فقط ضمن إطار مسألة الوقت لا غير سيد محمد، وبالتالي ما تم ربما التعويل عليه بأنه خلال فترة هذه الهدنة سيتم التطرق إلى ملفات الخلافية ربما لن يتم، أو في نهاية المطاف بعد الهدنة سنعود إلى مشهد القتال. هناك نقطة أخرى يمكن أخذها في الاعتبار، أن هذه فترة الهدنة إذا استمرت 6 أسابيع هذه فترة ليست بالقليلة، يمكن أن تحدث متغيرات في الداخل الإسرائيلي نفسه تهدد بقاء حكومة نتنياهو، وبالتالي هنا قد تضطر الحكومة الإسرائيلية المقبلة إن حدث ذلك إعادة التفكير أو إعادة النظر فيما يتعلق بهذه الحرب. وإن كان هذا الاحتمال ليس كبيرا، لأن هناك اتفاق كبير جدا بين قادة إسرائيل على مسألة على عملية رفح وقادة إسرائيل على مسألة إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وبالتالي يعني هذا الاحتمال رغم ضآلته لكن لا يمكن أو يصعب استبعاده خلال الفترة المقبلة، لأن المتغيرات في الداخل الإسرائيلي تسير بشكل أو بآخر ليس في صالح نتنياهو بالمرة. رأينا المظاهرات ورأينا أنها تحولت إلى اشتباكات بين أجهزة الشرطة الإسرائيلية وبين المتظاهرين، وبالتالي هناك احتمال للتصعيد بشكل أو بآخر الذي يمكن أن يمثل ضغطا على الداخل الإسرائيلي. نقطة أخرى في هذا السياق، أيضا حماس المجتمع الدولي فيما يتعلق بدعم إسرائيل كما كان في السابق بدأ يتغير. رأينا 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تطالب بوقف فوري أو تهدئة فورية إنسانية في قطاع غزة. رأينا أيضا مواقف من كندا ونيوزيلندا وأستراليا أيضا في وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. أيا كانت الدوافع لكنها في النهاية بتمثل عبء أو ضغط مضاعف على الحكومة الإسرائيلية وعلى رئيسها بنيامين نتنياهو في هذه اللحظة. ما رأيك سيد وايتس، هل يجب أن يكون هناك فعلا رهان على التغيرات والمتغيرات الإسرائيلية السياسية الداخلية للدفع قدما بملف القضايا العالقة القضايا المركزية والخلافية ما بعد الهدنة؟ كيف ستتعامل هنا أيضا الإدارة الأمريكية مع هذه القضايا التي على ما يبدو منها مؤجلة إلى ما بعد؟ برأيي إدارة بايدن
متكئة على تغيير في الحكومة في إسرائيل، وأعتقد أن التغيير الأول قد لا يؤدي إلى أي تغييرات فعلية إذا استبدل بنيامين نتنياهو من أي أحد من تحالفه السياسي، ولكن أعتقد أن فريق بايدن يأمل أن يستبدل نتنياهو بشخص كما حصل في مرحلة ما بعد 1973 حين كان هناك جيل جديد من القادة الذين كانوا يعتمدون على سياسات مختلفة عن سابقيهم، وأعتقد أنهم يعتمدون على العمل مع حكومة إسرائيلية ستبتعد عما تعتبره المواقف المتطرفة بشأن المستوطنات والحدود، ولربما قد يتم انتخاب شخص أو فريق سيكون منفتح أكثر على فكرة المفاوضات. لكننا نعلم أن فريق بايدن قد لا يكون في السلطة لفترة طويلة لرؤية كل هذه التغيرات. ولكن أتحدث ربما عن هذه الفترة، فترة تحديدا سيد وايتس، فترة هذه الهدنة إن فعلا تم التواصل عليها، هذا التوقيت الزمني المطروح عن 6 أسابيع أو شهر ونصف، هل فعلا يمكن أن يحدث تغيير جذري في الداخل الإسرائيلي وهذا ما تعول عليه الإدارة الأمريكية الآن؟ ماذا لو لم يحدث؟ ماذا بعد ذلك؟ في الأسابيع 6 المقبلة من المحتمل أن يكون هناك تغيير، ولكن أنا برأيي هذا أمر مستبعد جدا ولا يمكن على الولايات المتحدة أن تعول عليه، ولكن الأمال هي أنه في حال تم التوصل إلى هدنتين سيتم العمل على تبادل الأسرى ووصول مساعدة إضافية إلى غزة، مما سيولد زخما للمزيد من التغييرات السياسية في الداخل الإسرائيلي وحتى ضمن الفلسطينيين. أعتقد أنهم يريدون رؤية جيلا جديدا من القادة الفلسطينيين الذين سيتولون السلطة والذين سيتمكنون من أن يشكلوا السلطة الفلسطينية الجديدة والذين سيتمكنون من العمل على دولة فلسطينية جديدة كان في الضفة الغربية وفي غزة وفي الشهرين المقبلين. أعتقد أنه من المستبعد جدا أن يحدث هذا التغيير. سيد محمد، ما رأيك؟ يعني على ما يبدو هذا يقودنا الحديث مرة أخرى إلى نقطة الصفر وكأنها حلقة مغلقة. سيد محمد، يعني التعويل هنا على الداخل الإسرائيلي الذي ربما قد يتغير، ولكن ماذا لو لم يتغير؟ هل فعليا بعد أي هدنة إن فعلا حدثت على أرض الواقع سنعود إلى نقطة الصفر؟ نحن نناقش الاحتمالات المتوقعة خلال الفترة المقبلة. يعني طرح التغير في داخل إسرائيل ليس، لا أحد يستطيع أن يجزم بحدوثه خلال فترة 6 أسابيع أو أكثر حتى، لأن نتنياهو يعلم ذلك ولديه من الأدوات التي يستطيع بها إجهاض هذا النوع من السيناريوهات. أيضا في نقطة أخرى كنت أشرت إليها وهي تتعلق بأن الموقف من الحرب لا زال صامدا في الداخل الإسرائيلي، بمعنى أن الخلافات ليست كبيرة على مسألة تحقيق أهداف الحرب الرئيسية فيما يتعلق باكتساح حماس وفيما يتعلق بعودة الرهائن وفيما يتعلق بضمان توفير الأمن من قطاع غزة لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بشكل خاص. أعتقد أن كل هذه الأمور تجعلنا أو تقودنا إلى محاولة دراسة الداخل الإسرائيلي بشكل أعمق، لأن أي تغير يمكن أن يؤدي إلى تغير على يعني في مسألة المفاوضات، في مسألة وقف الحرب، في مسائل أخرى. كل هذه الأمور واردة لكن لا أحد يستطيع القطع بها. نحن إذا معضلة بالفعل أو حلقات متداخلة بشكل معمق لا تستطيع لأي مراقب أو لأي محلل أن يقطع بقول فصل في هذه الأمور، لكن في كل الأحوال ديمومة الحركة على ما هي عليه الآن تكاد تكون صعبة، لأن المجتمع الإسرائيلي مهما حاول من استخدام آلة الحرب الإسرائيلية، آلة الحرب ضد حماس وضد كل قوى المقاومة، لن يتمكن من توفير الأمن ما لم يكن هناك سلام حقيقي، ما لم تكن هناك مفاوضات حقيقية، ما لم تكن هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة. يمكن في هذه اللحظة يتم الحديث عن أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين معا. شكرا لك سيد محمد أبو الفضل الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة، والشكر موصول لضيفنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد وايتس.